الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قالت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار الحاجة إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق، بينما اعترفت بتعرض بغداد إلى عشوائية في البناء. وكشفت النجار عن وجود 1800 إجازة استثمار وهمية للبناء، مؤكدة أن الضغوطات السياسية مستمرة للحصول على الإجازات الاستثمارية ومنح الأراضي، ما أدى إلى خسارة ملايين الدونمات من جراء المشاريع الوهمية وشبه الوهمية. وأشارت رئيسة هيئة الاستثمار إلى أن عدد المشاريع المتلكئة تجاوز 500 مشروع، مؤكدة الحاجة إلى 4 مليارات دولار لإكمال مشروع بسمايا. قال خبراء قانونيون إنه لا إمكانية لحكومة الكاظم الحالية بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة عام 2022 المالية إلى مجلس النواب. وأوضح الخبراء أن حكومة الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال، وهي بلا صلاحيات كاملة، وبالتالي لا يمكنها إرسال قانون الموازنة أو غيرها من القوانين إلى مجلس النواب. وأكد الخبراء أنه حتى المحكمة الاتحادية غير قادرة على إصدار أي قرار يتيح للحكومة الحالية إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2022 إلى مجلس النواب إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة. بررت شركة توزيع المنتجات النفطية زيادة أسعار الغاز بأن المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي في العراق إلى معادلة الأسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب. وذكرت الشركة في بيان أن قرار الزيادة الجزئي بأسعار وقود زيت الغاز النفط الأسود المجهز إلى مصانع ومعامل الإسفلت لا يعني إلغاء الدعم الحكومي عنها، بل الإبقاء على نسبة دعم تفوق نسبة 70% من الأسعار الجديدة، لافتة إلى أن سعر الجديد المجهز أو المجهز من النفط الأسود لمعامل الأسفلت يشكل نسبة 30% من سعر الطن الواحد في الأسواق العالمية بحسب النشرة المعتمدة. أكد خبراء اقتصاديون أن منع دخول شاحنات البضائع من محافظات كردستان العراق إلى بقية محافظات العراق خلق حالة من الارتباك والارتفاع في الأسعار، مشيرين إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى وضع خطة زراعية استراتيجية. ونقلت وسائل إعلام عن الخبراء أن السلطات الحكومية تبرر منعها دخول الشاحنات القادمة من المحافظات الشمالية بوجود منافذ غير رسمية، لافتين إلى أن السلطات تتخذ هذا الإجراء الضار بالاقتصاد العراقي بدلا من فرضها السيطرة على المنافذ بشكل جدي في ظل استمرار عمليات التهريب المنتشرة في معظم المنافذ، لا سيما تلك المشتركة مع إيران. كشفت شبكة النهري لدعم النزاهة والشفافية أن أزمة لبنان المالية أطاحت بأموال مسؤولين فاسدين في العراق، حيث شكلت ضربة كبيرة للذين هربوا بأموالهم أو هربوا أموالهم من العراق ووضعوها في لبنان. وأوضحت الشبكة أن الأموال المهربة يعود أغلبها إلى مسؤولين فاسدين تسلموا مناصب حساسة طوال السنوات الماضية، أو أحزاب سياسية هربت النفط والثروات الطبيعية وهربت غيرها، وأودعت تلك الأموال في المصارف اللبنانية، مؤكدة أن ضياع الأموال شمل أيضا صغار الموظفين الذين أودعوا مئات الآلاف من الدولارات في بنوك لبنان. إلى أسعار العملات والمعادن.
إلى اللقاء.